مرحبا، ها هي أول سيارة كروس أوفر من فولفو، وأول سيارة كهربائية بالكامل أيضا، وفي معها مفتاح لونه برتقالي، ولذلك في سبب وجيه. خلينا نشوف الفولفو XC40 ريتشارج لعام 2024. نحب بين الحين والآخر أنه نرجع للسيارات اللي تم تقديمها من فترة طويلة، وخاصة السيارات اللي حصلت على تحسينات، لأنه السيارات هاي بتكون شركة عدلت كل الأخطاء الميكانيكية أو التقنية فيها إن وجدت، بل وحسنت عليها. هاي السيارة يلي معانا صارت موجودة بالسوق من سنوات وحصلت على تحسينات السنة الماضية، قطع الغيار فيها متوفرة في عدد من الأسواق، وكذلك سعرها معتدل بالمقارنة مع المنافسات. المصابيح يلي عنا تعتمد التصميم المعروف يلي هو مطرقة ثور أو ثور هامر، في عنا المقدمة مغلقة بالكامل مع الرادار في الأمام. بالشكل العام يمكن المصابيح الأمامية ما تكون من ألطف تفاصيل السيارة، ولكن التفاصيل العامة كلها جميلة برأيي الشخصي، وخاصة من الجانب السيارة مضبوبة الأبعاد وبتحس إنها قوية وواثقة. العجلات اللي عنا أيضا عجلات تقريبا مصمتة مسكرة بالكامل لتحسين الانسيابية. هاي العجلات بقياس 20 بوصة وتصميمها بعتقد انه جميل جدا. اما على الجانب فبتلاحظ انه هاي السيارة فيها السقف الاسود وشكل شبه المنحرف يلي موجود بالسيارة من فترة من يوم تقديمها. في الخلف ما في عنا اختلافات، التصميم العام نفسه، المصابيح الخلفية عاملة بتقنية LED، ولكن مصباح الخماز عادي. هاي السيارة في الأساس كانت مصممة لتحتوي محركات احتراق داخلي ونظام دفع هجين وكذلك المحرك الكهربائي، وبالتالي الانسيابية ما كانت أهم شيء فيها. انسيابية هاي السيارة 0.34 بالنسبة لهذا الشكل. بالنسبة للC40 اللي هي بتيجي بسقف منساب كسيارات الكوبي بتكون الانسيابية فيها أفضل قليلا وهي 0.32. ولكن قبل ما نفوت جوا بحب أفرجيكم هذا المفتاح البرتقالي. فعليا هذا المفتاح يمكن برمجته إذا بتحب تعطي سيارتك لابنك أو لحدا من العائلة، بحيث أنه يلتزم أو تتأكد أنه ما يتجاوز حدود السرعة أو تحدد له السرعة المفروض أنه يتقيد فيها. فعليا هذا المفتاح كثير مهم لدواعي السلامة وخصوصا للعائلات. خلينا نشوف الداخل مع بعض. هلأ في الداخل أول ما بتفوت بتحس بجودة المكونات في السيارة. أول ما بتفتح الباب بتشوف بطانات الأبواب يلي هي معمولة من مادة مثل الفلت، لطيفة جدا ومختلفة عن يلي شفناه بصناعة السيارات، حسناها إضافة جميلة. بتلاحظ كمان هنا بعض اللوحات الجغرافية، خلينا نحكي يلي هي متدرجة وثلاثية الأبعاد، من خلفها بتكون في إضاءة خافتة بالليل، يمكن كمان شوي بتشوفوها بشكل أوضح. الطابع العام مثل بولستار 2، في عنا فتحات تهوية على الجانبين في هاي السيارة بما أنه الشاشة أصغر من البولستار 2. الشاشة اللي عنا بقياس 9 بوصات في هاي المنطقة، أما الشاشة أمام السائق فبقياس 12.3 بوصة. جودة المواد ممتازة، في عنا سجاد الأرضية مرتفع الجودة، في عنا هاي المناطق يلي ملبسة بقماش مثل الصوف، وفي عنا المرآة الوسطية يلي هي فريمليس بدون حواف، شكلها لطيف وحديث، وكذلك في عنا فتحة السقف يلي هي تعمل باللمس، تفتحها بهذا الشكل تغلقها بس بتمرير الإصبع في هاي المنطقة. المناطق يلي موجودة بالأسود الثقيل قليلة إجمالا، نحن ما بنفضلها لأنه هي بتتسخ. في عنا هاي المنطقة في الوسط وحوالين الشاشة، أما المنطقة أمام السائق فهي في بلاستيك عادي. وبعدين لما بدك تشغل السيارة بتكتشف أنه السيارة ما فيها زر للتشغيل، لا في هاي المنطقة ولا هون، وكذلك ما في زر لمكابح الاصطفاف ولا في هاند بريك تقليدي. يلي بتساوي أنه بتفوت السيارة مباشرة بتضغط على البريك وبتحط درايف أو بتحط ريفيرس، وهذا كل ما في الأمر.
بالنسبة للنظام المعلومات الترفيهي، فعنا الشاشة هاي اللي موجودة أمامنا، مثل ما أنتم شايفين في عنا الكاميرات المحيطية، ممكن تعدلها وتشوف اللي موجود أمامك بهاي الطريقة، أو في الخلف، أو يعني بتشوف بشكل الوضوح مقبول إجمالا. ولكن أهم ما في هاي الشاشة إنه نظام المعلومات الترفيهي بيرتبط لأندرويد أوتو، فأندرويد أوتو بيعطيك إمكانية للدخول على خرائط جوجل، بتفوت فيها وبتشوف وين محطات الشحن. مثلا في عندي محطة شحن في هاي المنطقة أنا، شيء ممتاز. إضافة إلى ذلك ممكن تستخدم مساعد جوجل الصوتي، والشاشة هاي كمان بتفرجيك الرينج، بتقدر لك إياه. حاليا مقدرت لنا الرينج ب 470 كيلومتر لو كنا على الشحن الكاملة، ولكن حاليا بما أنه استخدمنا السيارة قليلا، في عنا الرينج راح يكون 380 كيلومتر هذا المتبقي. وفي أسوأ الحالات لو من نروح نسابق بضل عنا 240 كيلومتر. فبتفرجيك حالة الطريق، وكذلك ممكن رؤية air quality، يعني مستوى جودة الهواء داخل السيارة وخارج السيارة أيضا. فنحن حاليا ننعم بحالة جيدة، حوالينا ما في عنا لا طلع شجر، ولا في عنا تلوث إلى داخل السيارة ولا خارج السيارة. وبيظل عنا نحكي إنه ممكن نتحكم في بعض الخصائص السيارة من هاي المنطقة. السيارة طبعا فيها نظام صوتي ممتاز من هارمان كاردون مثل بولستار 2، وبتستقبل التحديثات اللاسلكية عبر الهواء. يعني أنت بيتم تحديث هاي الشاشة والخرائط والنظام، أي تعديلات فولفو بدها تسويها يتم تحديثها تلقائيا بدون الحاجة لزيارة الوكيل. في الخلف بتلاحظ هاي المادة موجودة على بطانات الأبواب كما في الوضع في الأمام. لما تفتح الباب ما بتحس انه بيفتح بهامش واسع. هاي مشكلة للناس اللي عندهم اطفال وبدهم يفوتوا بكرسي الاطفال الى الداخل، فشغلة لازم تنتبهوا لها. ولكن بالمجمل لما بتجلس بتحس انه جودة المواد لسه مرتفعة في الخلف كما هو الحال في الامام. في عندك هاي الفتحات التهوية كمان من نوعية ممتازة جدا. في عندك منافذ للشحن في هاي المنطقة USB-C، منفذين للشحن فعليا. وفي عندك كراسي مدفأة. عدا عن ذلك مسند اليد الوسطي بسيط. في عندك حمالات للأكواب. وفي عندك هاي فتحة السقف البانورامية يلي هي بتضيف للإحساس براحة المقصورة. خلينا نشوف لقطات لحيز التخزين في المقصورة ونشوف سعة الصندوق الخلفي. في الخلف تشغيل عنا أوتوماتيكي للباب. في عنا حافة الأرضية هون مسطحة تماما، هذا شيء جيد إذا بدك ترفع إشي ثقيل أو تنزل إشي ثقيل. بتلاحظوا أنه في عندك هاي القطع في الأرضية، مساحة الصندوق 415 لتر في هاي السيارة اللي هي كهربائية بالكامل بسبب وجود المحرك في الخلف. أما في الـ XC40 العادية العاملة بمحرك احتراق داخلي بيكون الحيز هنا 450 لتر. بأي حال من الأحوال في عندك هاي الأرضية يلي ممكن أنت ترفعها وتعدلها بهذا الشكل، تكشف عن حيز تخزين إضافي. وإذا في عندك أنت أقياس تسوق ممكن تضعها وتثبتها بهذا الشكل. أما إذا بننزل المقاعد الخلفية فبتلاحظ أنه أرضية التحميل صارت مسطحة بالكامل. هاي السيارة هي أول سيارة بتعتمد القاعدة التقنية CMA يلي هي مستخدمة أيضا في الـ C40 يلي مثل هاي السيارة، ولكن كوبي كروس أوفر، وفي بولستر 2 يلي جربناها أيضا، وفي
سيارات من جيلي وخمس طرازات من لينكن كو. هاي القاعدة التقنية تعني إمكانية استخدام محركات احتراق داخلي وأنظمة دفع هجينة وكذلك سيارات كهربائية بالكامل. وبالتالي تجي معنا فولفو الـXC40، أول ما قدموها قدموها بمحرك عامل بالبنزين ومحرك عامل بالديزل، وبعدين بال2019 قدموا نظام دفع هجين بقابس بلاجن هايبريد إي في، وكذلك في نفس العام قدموا سيارة كهربائية بالكامل يلي هي معنا اليوم الـXC40 ريتشارج توين. حلو الاسم لأنه بيحكي لك زي كأنه توين تشارجر ريتشارج توين، لطيفة لأنه فيها محركين كهربائيين القدرة الكلية بتوصل ل 300 كيلو وات يلي هي 400 وحصانين. خليني أنا أثبت السرعة مشان ما أتجاوز حدود السرعة لأنه هاي السيارة بتتسارع بشكل مذهل فعليا، تسارع فيها قريب للبولستار 2 يلي جربناها العام الماضي، هذه كانت قدرتها عالية 350 كيلو وات، هاي عنا 300 ولكن لسه إذا الشارع حوالينا فاضي مجرد ما أدعس، وهذا تسارع كان من 80 وصلنا لتقريبا 100. العزم ايضا عندنا عالي عند 670 نيوتن متر، هاي الارقام ممتازه. المحرك الخلفي فعليا هو عاملينه اقوى من المحرك الموجود في الامام، المحرك الخلفي 190 كيلو وات الامامي 110 كيلو وات، مش مهم لك، المهم تعرف انه السياره بتحس انه هي بتندفع بالعجلتين الخلفيتين اكثر ما انها تندفع بالعجلات الاماميه. اما البطاريه فمع النسخه المحسنه صارت بسعه او بطاقه 82 كيلو وات ساعي، زمان كانت أو قبل التحسينات كانت 78 كيلو وات ساعي. الرينج راح يختلف بالتأكيد من سائق لآخر وفقا لأسلوب القيادة وفقا لسرعة السيارة أيضا، وبالتالي فولفو بتحكي أنه الرينج المفروض يكون بحدود الـ 480. نحن عندنا حاليا لأنه كنا على طرقات سريعة خلال الـ 300 كيلو متر الماضية، طرقات سريعة بتستهلك أكثر في سيارات كهربائية، الرينج عندنا في حدود الـ 410-415. الاستهلاك عندنا استهلاك الطاقة حالياً 20.8 كيلو وات ساعي، وهذا رقم مرتفع بالمقارنة مع التصريحات الرسمية أو الأرقام الرسمية اللي قدمتها فولفو واللي هي بتحكي المفروض يكون بحدود الـ 18.4، والاستهلاك مرتفع أيضاً مع البولستار 2 لأنه البولستار 2 شكلها انسيابي أكثر، معامل انسيابية طبعاً بيلعب دور كبير في السيارات الكهربائية. التعليق مقبول في هاي السيارة من حيث أنه ألطف بكثير للتعامل مع معطيات الطريق بالمقارنة مع بولستار 2، طبعاً مش موجه للقيادة الرياضية. تتمايل السيارة بالمنعطفات فعلياً لأنه وزنها مرتفع، هاي السيارة وزنها بحدود 1192 كيلوغرام تقريباً. نظام التوجيه ناعم بما فيه الكفاية، يمكن تحكم بشدة الدعم أو الإحساس، فولفو بتعطيك خيار أنه يكون لطيف أو قاسي، فشيء جيد. ما بنقول لك معطيات الطريق بشكل هائل ولكن لسيارة كروس أوفر أنت في مرتاح. العزل الصوتي ممكن يكون أفضل في هاي السيارة، ولكن بالإجمال لما بتمشي على سرعات متدنية في المدينة فلا يوجد أي أصوات صرير في المقصورة، كل شيء مبني بطريقة بتحسه أنه راح يدوم سنوات عديدة. آخر شيء بدنا نحكيه هو القيادة بدواسة واحدة الوان بيدل درايف، وهي شغلة صارت مستخدمة في كثير من السيارات الكهربائية وحتى الهجينة في معظمها فعليا. هاي التقنية بتتيح لك أنك أنت تمشي بدون ما تضغط على دواسة المكابح بشكل متكرر، بمجرد ما رفعت رجلك عن دواسة الوقود السيارة بتتباطأ بشكل كبير. هلأ المشكلة في هاي السيارة انك انت بتختار اما انها تكون on او off، الخيار الثالث هو الخيار الاوتو، بيترك للسيارة مهمة تحديد مقدار الكبح بالتوليد المعاكس او regenerative braking. هلأ اللطيف فيه انه بيفهم
الطريق إلى الأمام، وبيعرف إذا كانت أمامك سيارة أو أنت على منحدر بيقرأ حدود السرعة، وبيعرف إذا في عندك سيارة في الأمام مثلا بيعطيك كبح بالتوليد المعاكس أعلى، إذا كان ما في سيارات أمامك بيفهم برضه وبيخلي السيارة تعمل كروز أكثر، يعني تنساب على الطريق بشكل أسلس. بأي حال حسينا أنه يعني هذا النظام مع أنه ذكي إلا أنه ما بيخليك تعرف إمتى لازم ترفع رجلك عن دواسة الوقود، وبالتالي يعني شوي صعب أنك أنت تتنبأ بمزاجه أو فكره. أما لما بتكون حاطه على الوضعية أون فهو كثير قاسي، ما بتقدر تعدله. في هذا الصدد حسينا أنه الأيونيك 5 تقنية القيادة بدواسة واحدة فيها كثير ألطف. النتيجة السيارة اللي عنا فيها كثير من المزايا وقليل من العيوب، بالنسبة إلي ما لقيت أي عيب فعليا يستحق أن يذكر. فعليا السيارة لطيفة وهادئة وسريعة، ويمكن العيب الوحيد أنه استهلاكها بالمقارنة مع بعض السيارات الكهربائية أعلى من العادي، ولكن بالإجمال عندك سيارة متوازنة وصغيرة ومناسبة للمدن. المزايا اللي فيها بتتضمن أنه فيها 5 سنوات صيانة بدون تحديد المسافة، وخمس سنوات صيانة معروفة التكلفة، وبالتالي يعني بتعطيك إحساس بأنك أنت عارف السيارة، عارف كديش رح تكلفك خلال 5 سنوات القادمة. هلأ منافساتها مش قلال، في عنا البي ام دبليو اي اكس 1 واللي هي فعليا يمكن الرائدة في القطاع، ومرسيدس اي كيو اي، وفي عندك الليكزس يو اكس برضو من المنافسات. بعتقد انه هاي السيارة بتتفوق على الليكزس يو اكس والاي كيو اي من ناحية الشكل، ولكن الاي اكس 1 هي خيار ممتاز ايضا. بعتقد انه لازم تقارنوا بين هذول السيارتين. السيارة اللي معانا هي اعلى نسخ التجهيز واغلى النسخ في الفولفو اكسي 4، فعليا سعرها في استراليا بحدود 86,000 دولار استرالي. هلأ شيء اخير منحب نحكيه، انه هاي السيارة قريبا رح يصير اسمها EX40 مشان تصير قريبة من اسلوب التسمية في فولفو مثل الـ EX90 والـ EX30، فقريبا يمكن تشوفوا هاي السيارة في بلدكم بتسمية EX40. نحن منجرب دايما ومنخبركم مشان تاخدوا الخيار الافضل لكم. منشوفكم المرة الجاية ومع السلامة.